معلش يا اخويا عشان خاطر العيال، عشان خاطر العيال يا ابو هيبه. ما انت عارفه كل حاجه يا زكيه، كمان شويه تروح على فندق الشمس تتلفالي عطيه من الكوشه، اصله بيتجوز يا زكيه. يا ابو هيبه حليمه ما هوش صوت، لو جه معاك ندوله فرصة تانية مع أمينة، ولو ما جا شيء تروح تجيب أمينة من بيتها. طلع يا جواد البت اللي هطلقك من الدنيا. طلقها يا واد. لا يا واد اوعى تطلع مو تحصل عليا الطلاق، لا تطلقها يا واد. خلوه طارق يا عمي طارق.